والآن رح أقوم بجولة في سيارة تسلا مثل ما أنتم شايفين. رح نجرب سرعتها ومكابحها وكذلك خاصياتها من الداخل. خلوكم معنا. خلنا نجرب السبيد وسرعة تبع السيارة. والله المكابح شغالة جدا، شو رأيك؟ باب ينقفل لما بدعسة على البريك. نجرب. لازم نجرب هذه السيارة والسيارات الكهربائية لأنها لا تقل إثارة عن السيارات العادية وكذلك السيارات السباق.